مرحبا، معكم ريحانة من مطبخ الجمال العربي، مطبخ اسمه على مسمى، بيجمع ألذ وأشهى الوصفات من مختلف الوطن العربي، وبيجمع أجمل وأحلى وجبات. واليوم راح تقدم لنا الزميلة نغم من سوريا طبخة سهلة وبسيطة جدا مع شرح بسيط وجميل. تقدم لكم البتنجان الكارنك من المطبخ التركي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتعملوا شير لأصدقائكم وأحبائكم حتى يستفيدوا، ولايك إذا أعجبك الفيديو، وزورونا مرة ما راح تنسونا بالمرة. ويلا بينا نشوف الطبخة مع الزميلة نغم. مساكم وعد، معكم نغم من قناة مطبخ الجمال العربي. إن شاء الله تضلوا دايما بخير. اليوم ضيفنا المطبخ التركي، ورح نعمل مع بعض أكلة تركية كتير لذيذة، واللي هي لمحبي الباذنجان الكارنيارك على الطريقة التركية. تابعوا هالفيديو لتتعرفوا على الطريقة، وما تنسوا تشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس لتصلكم وصفاتي الجديدة، وعملوا شير لرفقاتكم ليستفادوا معنا، وضغطوا لايك وراسلوني بالتعليقات لأتعرف على آرائكم. أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي، زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. ويلا مع بعض لنشوف شو هي المكونات يلي منحتاجها لوصفتنا لليوم. بدي حوالي 2 كيلو باذنجان أحمر. طبعا بيختلف الباذنجان من مدينة لمدينة، المهم انه يكون الباذنجان الحلو، هذا هو الأهم. أنا ضفت لها البطاطا، والبطاطا ما لها مكون أساسي، فيكم تستغنوا عنها. عندي نص كيلو لحمة، حبتين بصل، 50 جرام دهنة. طبعا البصلات مفرومات وجاهزات، في ناس بتحب تضيف الثوم، هذا الشيء بيرجع لإلكم. شايفين طريقة تقطيع الباذنجان؟ أنا بدي حافظ على شكله الخارجي للباذنجان، يعني ما بدي أقطعه، أنا بس بدي أخذ شوي من رأس الباذنجانة وأقشره وأتركها محافظة على شكله الخارجي. أكلات الباذنجان كتير نوعة، وخصوصا بفصل الصيف، هو كونه موسمي هلأ، فممكن نحن، أنا إذا كان موجود عندي الباذنجان ما بحتار أبدا شو بدي أطبخ، لأنه فيني أعمل أكلات كتيرة منه. شايفين كيف الشكل طلع عندي؟ فيكم تذكروني بالتعليقات عن أسماء أكلات ممكن نحن نستخدم فيها الباذنجان كونه هلأ موسمه وكتير موجود بالسوق. ممكن كمان تبعتولي وتراسلوني بالتعليقات شو حابين انه نعملكم من اكلات ووصفات موجودة فيها الباذنجان. طبعا الباذنجان فينا نعمل منه مخللات كتير لذيذة ومربيات بالاضافة لها، بالاضافة لكتير اكلات مثل فتة المكدوس ومنزلة الباذنجان. انا عم ذكركم لكن انتو تابعوا معي وراسلوني بالتعليقات لأتعرف. هلا انا حطيت شوية زيت بالمقلاية ونزلت الدهنة حتى اقليها كتير منيح. طبعا الدهنة ما بتنقلى اذا ما حطيتي معها ملح حتى تعطيني تذوب الدهنة بشكل كامل. بدي اقليها كتير منيح، وانتبهوا لا تطرش، لانه بتعرفوا الدهنة بمجرد ما بلشت تتقلى بتعمل فقاعات وممكن تحرق، فانتبهوا كتير على هالنقطة. انا بدي حركها كتير منيح وغطيها حتى ما تطرش. شايفين هلا انتو انا قليت الدهنة، وهلا بدي اتركها لتتقلى كتير منيح. مقلاية تانية بدي احضر الحشوة، انا حطيت كمان شوية زيت، بدي نزل البصلة عليها بعد ما حمي الزيت عندي. في ناس بتحب تضيف لها حبات الثوم مع الحشوة، طبعا انا ما اضفت لها، فيكن تحطوا انتو سنين ثوم بكفي، سنين صغار فيكن تدقون وتحطون حتى يعطوا النكهة، هذا الشيء اختياري طبعا. هلا انا رح اقلي البصل كتير منيح ونزل اللحمه. هلا هون انا عندي الدهنه تقلت، رح نزل الباذنجانات حتى يمتصوا نكهه الدهنه وياخذوا الاحمرار من كل الجوانب. هلا انا نزلتهم، بدي غطيهم واتركهم يحمروا، كل شوي بدي اقلبهم حتى يحمر كل الجوانب اللي عندي. البصله هلا هون رح اضيف عليها اللحمه. طبعا مع اللحمة دائما ما بننسى النكهة السحرية اللي هي البهار الأسود أو الملح.
هلا انا بعد ما بدي اقلي اللحم كتير منيح بدي اتركه على جنب حتى تبرد. بتعرفوا الحشوة لازم تكون اللحم شوي فاترة حتى ما تنزل عندي وقت الحشي. هلا انا بدي اطلع على باذنجاناتي اذا احمر وبدي ضلني اقلبهم كتير منيح حتى ياخذوا الاحمرار من كل الجوانب. اكلات الباذنجان انا مغرمة جدا فيها وعن جد كتير لذيذة. هلا اللي ما بيحب الباذنجان فيه يستبدله بالكوسة، بيعمله بنفس الطريقة تماما، والبطاطا حتى البندورة فيكم تستخدموها. طبعا اسم الاكل بهيك حالة رح يختلف، لكن احنا ممكن نعمله على نفس الطريقة لانه في كتير ناس ما بيفضلوا اكل الباذنجان او ممكن بيعمل لهم حساسية. هلا اللحمة صارت تقريبا رح تستوي عندي هون الحشوة، وبعد ما احمر الباذنجانات بدي احشيهم وجهزهم. طبعا فيكم كمان تحشوا كمية من البندورة، بس البندورة ما فينا نقليها حتى ما تنزل، وتضيفوها تحطوها وتطبقوها مع هاي الاكلة. يعني تقريبا هاي الاكلة بتتحمل خضار كتير انتو اللي بتفضلوها، لكن انا بالنسبة لي وهي الاكلة الاساسية هي الباذنجان المحمر. هلا انا تقريبا خلصت من قلي الباذنجان وبدي نزل البطاطا طبعا على رغبة ولادي. هلا هي البطاطا برجع بقلكم ما هي مكون اساسي، في ناس بتحب تسلق البطاطا قبل ما تقليها بحيث انه تستوي نص استواء. على فكرة هي ممكن التقلاية بتساعد انه تستوي بشكل سريع كونها رح نحمل بعد شوي صوص البندورة، فبتاخد استواء كامل، يعني ما تاكلوها انه ما رح تستوي، بكفي انه تتقلى. انا رح اقليها مشان تاخد النكهة اللذيذة. هلا بدي اقلبها كمان من كل جوانب للبطاطا حتى تاخد الاحمرار اللي انتو شايفينه بتتقلى، بنفس الوقت بتساعدها انها تستوي بسرعة. في عندي كتير وصفات لذيذة ممكن انتو تذكرونا فيها كأكلات انتو بتحبوها او ما بتعرفوا طريقتها. هي الأكلة هي تركية الأصل لكن كتير شبيهة بالمطبخ السوري. المطبخ السوري وكتير اخذ أكلات من المطبخ التركي، وكتير أغنانا المطبخ التركي بأكلاته المميزة، وعن جد نكهته كتير لذيذة. وتعالوا شموا الريحة بتاخد العقل، وما عاد فينا عن جد نصبر ريحة الدهنة مع التقلاية كتير طيبة. هلا تقريبا البطاطا صارت مستوية عندي وأنا بدي بلش طبقها، وهلا مباشرة رح بلش إني أحشي. مثل ما لكم شايفين بدي أحط كمية قطع الباذنجان بهاي الطريقة وأحشيها اللحمة اللي انا قليتها. صبايا اذا حابين تحطوا المكسرات ما اضفتوها بقلب الحشوة فيكن تضيفوها على وش الصينية بعد ما تنتهي. اذا كنتوا حابين فيكن تحطوا مكسرات على وشها كمان تعطيها نكهة كتير لذيذة. هلا انا عندي تقريبا حوالي كيلو بندورة بدي اعصره، شايفين هو الصوص الاساسي. هلا انا اضفت على كيلو البندورة اللي انا عصرتها معلقة رب البندورة او دبس البندورة بشكل عام حتى تعطيها النكهة الاطيب، ورح وزع الترانشات الفليفلة، وطبعا فيكم تضيفوا عليها ترانشات البصل اذا انتم كنتوا حابين، هذا الشيء برجع اختياري. ضيفوا عليها بعد الفليفلة ما تنسوا رشة الملح والبهار، والمكون اللي ممكن يعطي كتير نكهة لذيذة هي رشة الكاري. هلا تقريبا هي بتقعد معنا بالفرن حوالي 45 دقيقة. هلا انا رح ادخلها على الفرن 45 دقيقة ثلاث ارباع ساعة يعني، وبتكون صارت جاهزة. تقريبا صينيتي صارت جاهزة وهذا الشكل النهائي لها. بتحبوا تضيفوا عليها حبات البندورة، ترانشات البندورة على الوش كمان تعطيها لون وشكل كمان كتير حلو. هلا انا عاملة جنبها الرز بالشعرية، في ناس بتفضل انها تاكلها بالرز وفي ناس بتفضل انه تاكلها بالخبز، هذا بيرجع اختياري وحسب انتو الشي اللي بتحبوه تفضلوا. ان شاء الله الف صحة وهنا.
صار الطبقي لليوم صار جاهز، ولادي ما عاد فيهم ينطروا. الريحة كتير لذيذة وعن جد أكل كتير طيبة. جربوها وراسلوني بالتعليقات وعطوني آراءكم. أنا نغم من قناة مطبخ الجمال العربي، إن شاء الله تكون وصفاتي عم تعجبكم. ما تنسوا حبايبي تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا شير لرفقاتكم حتى يستفادوا، وضغطوا لايك. تعليقاتكم ورسائلكم كتير بتهمني. أنا معكم كنت من قناة مطبخ الجمال العربي. كونوا معي بفيديوهاتي الجديدة ووصفاتي الجديدة، وهيك طبقي صار جاهز. وتفضلوا إن شاء الله ألف صحة وهنا. زورونا مرة ما رح تنسونا بالمرة. باي باي.